ارتبطت بعاشوراء مجموعة من الأمور بعد ذلك تاريخيا هي التي جعلت أن الأمور بدأت تنحرف شيئا يسيرا. وقع الخلاف بين يزيد وسيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وكان من الإشكال الذي لا يخفى على شريف علمكم، فقتل الحسين بعدما غدر به أهل كربلاء من الشيعة، فقتل رضي الله عنه ومثل بجثته إلى غير ذلك. فجعل بعد ذلك بهتانا وزورا الشيعة الروافض يدعون أن أهل السنة هم الذين خانوا الحسين وقتلوه. فشنو تيديروا؟ تيخرجوهما عاشوراء هذه الأيام. بالنسبة للناس دابا راه شوية كتتابع في الأخبار راه كيعرفوا هادشي، ما بقاش يخفى عليهم الحمد لله. فولاو تيخرجوا في هاد عاشوراء يدعون ويزعمون أن راه سيدنا الحسين رضي الله عنه راه الرأس ديالو مدفون عندهم في كربلاء في العراق، وتيخرجوا تيديروا مسيرات يجلدون أنفسهم ويمثلون بأنفسهم ويضربون أنفسهم بالحديد وبالسكاكين. أشتي يقولوا قال لك ودي نعبر عن حزننا لأننا لم نستطع نصرة الحسين لما قتله أهل السنة. شو الكذوب ديالهم في نواصل؟ وهذا احنا دوينا على التمرير ديال المولود الثقافي للوليدات، هذا سيدي عبد الحليم هذا راه يمررونه لأولادهم، كيخرجوا الوليدات عندهم 3 سنين و 4 سنين هذيك المسيرة الشيطانية ديالهم، ويضربونهم بالسكاكين الوليدات الصغار حتى إذا سالت دماؤهم على وجوههم البريئة اللي ما عرف بها والو هذوك الوليدات، كيقولوا ليه عرفت علاش تضرب انت دابا راسك وكيسيل منك الدم؟ لأن أهل السنة قتلوا جدك الحسين ونحن لم نستطع نصرته لأنهم تغلبوا علينا، فلذلك فنحن نحزن. وبدأت يخرج طائفة تحزن لموت الحسين في هذه الظرفية، رضي الله عن الحسين والحسن وسيدنا علي وعن سائر آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر صحابته أجمعين. أرى لي في نفس الوقت خرجت طائفة أخرى وهي طائفة النواصب، وهم الذين نصبوا العداء لأهل البيت، يعني آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هادو تيخرجوا بالنشاط وتيخرجوا نعم سيدي بالطعارج وبالبنادر وبالزمارات. أشنو؟ قال لك نحن فرحون لأن الحسين قد قتل. فخرجوا لنا جوج طوائف بجوجهم مصيبة على اختها. فهاد جوج طوائف خلاو أن واحد الموروث ثقافي تسلل إلينا عبر مجموعة من القنوات، هي اللي ولو الناس يرتكبون مخالفات إما ديال النواصب وإما ديال الروافض، وهم يظنون أن هذا هو الاحتفال بعاشوراء. منين جاتنا نحن القضية ديال أنه يخرجوا مثلا الوليدات ويخرجوا العيالات، وهذا إن شاء الله تعالى نظر على هذه القضية، يخرجوا العيالات الزين التعارج ويتساراوا فرحانين في ليلة عاشوراء. هذه جات من النواصب لأنهم يفرحون بموت الحسين، فقال لك ودي نقلبوا طعارج وبنادر إلى آخره وصافرة. وخرجوا معها واحد المسألة اللي أنا خطيرة جدا، دابا أغلبية الشباب لا علم له بها، أغلبية الشباب دابا ما كانوا على شي شوية ديال مزيان شوية ديال التراث يعرفوه، كانوا شحال هذي تيخرجوا العيالات والبنيتها وهزين طعارج ويتساروا على الدروبة صافرة، اش كيغنيو اش يقولوا؟ يعني هو بحال هاد الليله ديال عاشوراء راه الليله ديال السيبه تلقوا منا، كيقولوا هذا عاشور ما علينا الحكامه لا لا، راه من عيد الفطور وحاكمين الرجال لا، يعني راه حاكمين الرجاله، يعني بلا ما تجي سيمون دو بوفوار وتقول لنا الحركه النسويه ولا ما الفيمينيزم عندك انت مش حالة الفيمينيزم الطعريجه مش حالة دي بردي الارض سيمون دو بوفوار. فهذه المسألة، وكانوا يغنيو كتقول لي عاشوري عاشوري دليت عليك شعوري، شنو دليت عليك شعوري؟ يعني صافي راه ما كاين لا زيف لا حشمه لا حيه لا حاجه. طبعا كاين اللي غيستغرب غيقول لك اودي على الاقل هذوك راه كانوا كيخرجوا يسيبوا ليله وحده، ما دابا نعم كامل والله المستعان دابا راه ماشي عاشوري دابا، نسال الله ان يستر نساء المسلمين.
سر الله أن يحبب الستر والعفاف لنساء المسلمين. أما أرى ما يمكنش، راه وصلنا لواحد المستوى ديال التدني. أرى سيدنا آدم ومن حواء عليهم السلام راه غير أكلا من الشجرة دغمة واحدة، لقمة واحدة، قال لك فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. إذا هذا العرا ولا المصايب اللي كنشوفوا أخي عبد الحليم في الزناقي هذا، راه يعني راه ماشي لقمة، ماشي دغمة، راه غمسنا في المعاصي، راه غطسنا فيها، راه ملأنا منها البطون. نسأل الله أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان.